البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته علينا آمين. بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به من قبل أنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد، ابن الله المرسوم بقوة حسب الروح القدس بقيامة الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به نلنا النعمة والرسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم على اسمه، الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح، إلى جميع الساكنين برومية أحباء الله المدعوين الأطهار، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم، لأن إيمانكم ينادى به في كل العالم، لأن شاهدي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا كل حين في صلواتي، لعل طريقي يسهل بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم. أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان الكائن فينا بعضنا مع بعض، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا يا إخوتي أنني ها مرارا كثيرة أستعد أن آتي إليكم، ومنعت إلى الآن لكي أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء، فهكذا هو اجتهادي الموجود لدي أن أبشركم أنتم أيها الساكنون في رومية، لأني لا أستحي بالإنجيل، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه بر الله يظهر بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. آبائي وإخوتي، آمين.